إذا عندنا بالماجنتيك سيركتس في أربع أنواع من البروبلمز رح أسميهم تايب A اللي هو بيكون في عندنا إير جاب، وإذا طلعنا على مسألة زي هيك مثلا وهون في عندنا إير جاب، والإير جاب ممكن تكون هاي مثلا الويدث تبعها او مش الويدث يعني هذه هون الجاب من هون دي ممكن تكون مثلا 0.5 ملم او 0.6 ملم، مسافه صغيره جدا بالنسبه لبقيه الماده. الماده هون راح تكون فيروماغنتيك، فميو ريلاتيف مثلا فرضا بتكون 1000 مثلا او 600، في حين هذه هون ميو نوت اللي هي ميو ريلاتيف بالنسبة لها 1. ففي فرق كبير بين ميو هون وميو لبقية المادة اللي موجودة هون. فلما نيجي نحل السؤال ما لازم نهمل هاي الإير جاب، فرح ناخد الأطوال المختلفة اللي باخدهم هون رح تكون من هاي النقطة لهاي النقطة، فرضا هذه R1، من هاي النقطة لهاي النقطة مين باث فرضا R2، من هاي النقطة لهاي النقطة R3. هلا هون عندي من هاي النقطة لهاي النقطة فرضا R4، من هاي لهاي R5، وهاي نفسها بنصير R6. هلا هذول كلهم لهم ميو R يكونوا فيروماغنتيك ماتيريال، مثلا 1000 ميو R 1000، في حين هذه هون ميو ار بتكون لها 1 لانها ميو نوت. فبتكون الريلكتنس هون مش مهمله، ما بنقدر نهمل الريلكتنس اللي موجوده هون، فبنحسب هدول طبعا كلهم نجمعهم ان سيريز، فبنجمع هذا الجزء وهذا الجزء وهذا الجزء والقطعه اللي هون والقطعه اللي هون والقطعه اللي هون، بتعطيني توتال ار، فار توتال بتساوي ار 1 زائد ار 2 زائد 3 زائد 4 زائد 5 وطبعا زائد 6، و6 اللي هي موجوده هون. هذا راح يكون له ميو ار مثلا بيساوي 1000، في حين هذا ميو ار بيساوي 1. فبنجمع كل هدول. في اختلاف ثاني انه هون اذا عملنا زوم على هاي المنطقه هي هذه هون الويت تبعها دي، هون راح نشوف الماجنتيك فلكس بيعمل شيء اسمه فرنجينج، فبيكون المساحه هذا الايفكت اسمه فرنجينج، فالاي بتكون انلارجد بتكون اكبر، الاي الاريا اللي موجوده هون اكبر من المنطقه هاي ابروكسيمتلي 5% او 6%، فالاريا هون بتكون اكبر من الاريا هون لانه المسار الفاي عماله نازل الفلكس او الفلكس بهذا الاتجاه، لما يمر من هون رح تتوسع المساحه بعدين برد ارجع للمساحه الاصليه. فاي هون مساويه لفاي هون مساويه لفاي هون، بس بي هون مساويه لبي هون لانه هاي الاريا مساويه لهون الاريا، بس ايش رح تكون بي هون؟ اقل لانها موزعه على مساحه اكبر، لانه فاي موزعه على مساحه اكبر بتكون بي هون اقل من بي هون. فبدك تنتبه في السؤال اذا طلب منك انه تحسب بي هون او بي هون هم مش متساويين. نفس الشيء هون، اذا هاي الكروس سكشنال اريا مش مساويه لهاي الكروس سكشنال اريا، رغم انه فاي هون مساويه لفاي هون، بي هون راح تختلف لانه بي راح تعتمد على الكروس سكشنال اريا او بي هون راح تعتمد على الكروس سكشنال اريا. اذا هون لازم ناخذ الفرنجينج افكت كمان بالحاله هاي ونكبر الاريا، فلما نحسب الريلكتنس هون الريلكتنس راح يكون يعتمد على ميو ار بتساوي 1 فميو نوت، فار 6 راح تختلف عن الثانيين لانه اي راح تكون مثلا مضروبه في 1.05 الاي اللي موجوده هون، وميو هون راح تكون بس ميو نوت، وال راح تكون دي، فالطول تبع الاير جاب هو دي، بدال ميو ار عندي 1 فراح احط مباشره ميو نوت لانه هاي هون فري سبيس او الهواء، وعندي الاريا نفس الاريا هاي بس انلارجد،
وهذا الخمسة بالمية أو الستة بالمية سببها الفرنجينج إفكت. إذن هاي النوع الأول اللي بكون فيهم اللي بكون فيها إير جاب. إذن نطلع على الأنواع الثانية هذه اللي هي إذن الإير جاب.